عايز اكلمك، ويمكن هنشوف مع حضراتكم يمكن النتائج الجوله الاخيره من البريمير ليج، لان في نتائج انا بالنسبه لي كانت مفاجاه. يعني مثلا لو هنشوف النتائج مع بعض، لكن ده طبعا ليستر سيتي والمان سيتي فوز يا دي بروين 1-0، نيوكاسل 4-0 على استون فيلا، كريستال بالاس وفوزه على ساوثهامبتون 1-0، بورنموث وهزيمه من توتنهام 3-2، برايتون وفوز كبير على تشيلسي 4-1. دي من ضمن النتائج اللي هكلمك فيها ايهاب. برينتفورد وتعادل مع وولفهامبتون 1-1، فولهام 0-0 امام ايفرتون، ليفربول كمان من المباريات الصعبه جدا على ليفربول، كان يمكن الهزيمه في الثواني الاخيره امام ليدز يونايتد، والارسنال اكتساح نوتنغهام فورست بخماسيه نظيفه، والمان يونايتد كمان فوز مهم جدا جدا لفريق اليونايتد على ويست هام 1-0. تعالى نبدا انا وانت يا هاب بمباراه ليستر سيتي مع المان سيتي. مباراه اكيد مهمه في سباق دلوقتي، خلاص بقى السباق ما بين ارسنال والمان سيتي يعني، ولسه كمان اعتقد الارسنال ليه مباراه مؤجله. شفت المباراه دي ازاي؟ دي بروين بيحرز هدف الفوز. شفت المباراه دي ازاي لفريق المان سيتي؟ مانشستر سيتي ومدربه جوارديولا لعبوا على المتاح قدامهم، ماتش صعب في ملعب كينج باور ستاديوم. كينج باور ستاديوم مش من الملاعب غالبا يعني يتقال ان ايه اي فرقه تروح تلعب فيها وتاخد نقط من ليستر. ليستر بدا يصحو بقاله جولتين ثلاثه، احنا بنتكلم ان الفرقه بدات بعد بدايه مخيبه جدا من أسوأ بدايات الفريق من ساعه ما ظهر في الدوري الانجليزي الممتاز، لا بدا يفوق وبدا يقدم اداء جيد، بدا يتغير شكل الفريق بدليل حتى الخساره قدام السيتي. السيتي فرقه ثقيله جدا، مش يعني مش سهل ان فرقه تخسر قدامها واحد طبعا وتطلع بالنتيجه دي. الملاحظ ان تقدر تقول يا كابتن اللي احنا كنا بنقول على هالاند، الفرق بدات شويه في الدوري الانجليزي خلاص، لا زي ما كنا بنقول على صلاح، لا ده النجم راقبه قوي وخليك معاه وحط نفسك دايما معاه. ف هالاند فرضوا عليه رقابه قويه جدا، ما قدرش انه يوصل. المهاره بتاعت دي بروين قدرت انها تمنح مانشستر سيتي ثلاث نقاط غاليه جدا في صراع التنافس القوي بينه وبين فرقه ارسنال، عشان يظل الصراع ويظل التنافس على النقطتين بينهم. ده بتاع الحقيقه كمان عدم تسجيل طبعا هالاند لهذه المباراه، مش هنقول ده مش طبيعي، لكن ده طبيعي في الكوره يعني. كل الناس توقعت انه على الاقل كل ماتش هيجيب له جونين ثلاثه، الكلام ده مش موجود في الكوره يمكن، لكن على كمان على مستوى البريمير ليج زي ما بتتكلم يمكن هالاند بقى في رقابه واضحه عليه، وكان في بعض المدربين بتقفل المساحات اللي هو بيستغلها بشكل او باخر، لكن كان زي ما انت بتقول فوز مهم جدا جدا للمان سيتي. طيب عايز اروح لمباراه ليفربول وليدز. المباراه كانت افتتاحها محمد صلاح 1-0 ثم تعادل ليدز، وفي نهايه المباراه كان ضغط رهيب من ليفربول، وخلاص كل الناس بتقول ان خلاص ليفربول هيحرز الهدف الفوز، ولكن تاني باخطاء ساذجه في الدفاع ليدز بيحرز الهدف الثاني في الدقيقه يمكن بلس 91، وخساره ثلاث نقاط جديده لليفربول في البريمير ليج. أولا يا كابتن دي الخسارة الثانية على التوالي، الخسارة الرابعة بشكل عام. لما نقسم فرقة ليفربول الموسم ده لعبوا 12 مباراة لغاية دلوقتي، 4 فوز 4 تعادل 4 خسارة، ده مش فرقة خالص بتلعب على لقب أو بتلعب على مركز متقدم في البريمير ليج في الأربعة الأوائل اللي بيودي دوري أبطال أوروبا، لا كده فرقة خلاص. وأنا من بداية الموسم يمكن برضه لما اتكلمت مع حضرتك قلت أنا يعني ليفربول كده اللي بيحصل، انا كنت متوقع ينافس للنهايه وفقا للي قدمه السنين اللي فاتت. صحيح ولكن ولكن حتى الان كده خلاص، انا دلوقتي بخرج خالص ليفربول من حسابات المراكز الاربعه الاولى. ليفربول المباريات كشفت ان الفرقه بتعاني من نقص شديد في بعض المراكز، الفرقه محتاجه لعيبه، وكلوب اخطا بعدم التعاقد مع لاعبين. ما هي الفرقه بتاعت السنه اللي فاتت برضه مع علامه الاستفهام، كان بيقول لك الاصابات، الكانتارا رجع، عندك نفس المجموعه اللي بتلعب في خط الدفاع اللي كان ارنولد كان افضل ظهير ايسر في انجلترا السنه اللي فاتت، عنده هبوط في المستوى، عندك فان دايك، عندك يعني كل روبرتسون، عندك يعني كل الناس نقاط موجوده. مهمه العناصر اللي حضرتك قلتها دي مش موجوده في كل الماتشات من بدايه الموسم، يعني عند روبرتسون فقدوه في مبارتين ورا بعض ولعب سيميكاس وطلع رجع سيميكاس خرج ونزل روبرتسون، ارنولد فقدوه مبارتين برضو بسبب الاصابه. في اثنين من اهم العناصر اللي عملوا شغل ليفربول في الموسم السنه دي والموسم اللي فات طبعا، واحد منهم الموسم اللي فات واحد من دييجو جوتا ولويس دياز،
دي انت عنصرين انت دايما بتقول على الدكه. انا عايز اضيف لك عنصر مهم، هو طبعا واضح جدا برضو غياب ساديو ماني او انتقال ساديو ماني. طبعا مؤثر ساديو ماني مؤثر بشكل كبير. طب نرجع لخط الدفاع، في اثنين مهمين جدا غايبين، حتى احنا كنا دايما نستغرب ونقول ان مستوى جويل ماتيب ما نقولش المدافع يعني اللي هو الواو، بس لا لا ده عمل شغل جامد مع ليفربول الموسم اللي فات، جاب نقاط مهمه. ابراهيم كونتي اللعيب اللي بيحل مكانه في الدفاع واللي بيلعب كان فان دايك وعمله ثنائي قوي مصاب الفتره دي، فطبعا انت ما عملتش تعاقدات جديده زي ما حضرتك بتقول الفرقه هي هي. اه الفرقه هي هي، بس الفرقه دايما فريق الكره في عالم كره القدم انت محتاج انك تضم عناصر جديده، عناصر تحمل طموحاتك وتقدر تحقق احلامك في حال غياب عناصر زي اللي شفناها دي. يعني في عناصر غير من حقد من كلامك والصفقات. اغلى صفقه جابها ليفربول كان نونيز، طبعا المهاجم راس الحربه. تقيم اداؤه ازاي لغايه دلوقتي بعد مرور يمكن تتكلم على الجوله ال 12 اداؤه ازاي مع ليفربول؟ هل اداء مؤثر بشكل كبير بقيمه المبلغ الكبير؟ اعتقد 90 مليون لا 90 مليون. انا شايفه اداء مخيب للامان. يعني لسه ما والبعض التقارير في انجلترا في اليومين اللي فاتت كان في تصريح خطير لكلوب بعد المباراه على طول لو اكيد حضرتك سمعته، قال لقد بالغنا في تقدير بعض اللاعبين. هو بيعترف وبيأنب نفسه زي ما بتقول محاسبه نفسه، بيقول ان احنا بلغنا في تقدير بعض اللاعبين، وهنا اشتغلت عليها الصحافه الانجليزيه وقالت يا ترى يقصد مين؟ من ابرز الناس اللي قالوا يقصدهم طبعا هارفي اليوت، الاخطاء الكبيره اللي ارتكبها في ماتش ليدز يونايتد والتمرير. اليوت لعيب لسه صغير لعيب صغير بس يعني ما قال الجانب الاكبر من الاتهامات زي ما حضرتك قلت بقى راح لنونيز، وقالوا يعني هل نونيز يعني هل هو ده الصفقه اللي كنا بنقول هيحمل الاحلام؟ هل هيقدر يعوض ساديو ماني؟ كم الفرص اللي تم اهدارها في المباراه؟ يعني وفقا للغه الارقام وسكواكا اللي طلعته قالت ان في 10 فرص محققه اهدرها نادي ليفربول. زي ما حضرتك قلت في التقديم وانت بتتكلم دلوقتي ان سيطره تامه لفرقه ليفربول، اهداف كتير، محمد صلاح بيبذل مجهود كبير جدا. صحيح يعني حتى كان في صوره كانت على السوشيال ميديا كانت محمد صلاح بعد ما جه الجون الثاني في ليفربول في الثواني الاخيره طبعا بيمسك راسه يعني خلاص هيقلع الفانيلا يعني هيطلع من هدومه جدا. انا حتى يمكن النهارده في المصري كتبت تقرير يعني كان عنوانه كده واخدينه الرئيس عندنا كان بنتكلم فيه ليفربول المترنح يهدر احلام صلاح المتوهج.